وتقدمنا بالعديد من طلبات الطارئة اللي حصل في البلاد وأخيرها الحرائق اللي كتعرف المملكة. جهات الشمال تحترق ونحن كنواب الأمة من كيش يجيون هنا وتكلموا على مواضيع سيدة رئيسة. ليس بالاستعجال. المادة 152 للنظام الداخلي لمجلس النواب كتسمح بتفعيل المواضيع الطارئة اللي حاصلة في البلاد اللي كتكون آنية وضرورة التكلم عنها. حنا كممثلين الأمة وكممثلين عن الشعب المغربي يعني أكيد من الضروري أننا نتفاعل مع ما يحصل داخل البلاد ولا على المستوى الدولي. فالبارح طلبنا كفريق شراكي نقطة نظام بهذا الخصوص من أجل للتفاعل مع ما يحدث في جهة طنجة تطوان الحسيمة من حرائق في مختلف الأقاليم، خصوصا اللي تكلمنا على إقليم شفشاون أو إقليم العرائش وشفشاون ثم مدينة تطوان. لما تعرفوا هذه الحرائق من خطورة على الساكنة، فكان لازم أن احنا كفريق نتفاعل. طلبنا هذه نقطة نظام وللأسف رئيسة الجلسة لم تتفاعل، رغم أنه حتى الفرق الأغلبية طالبت من نقطة النظام في نفس الموضوع، ولكن للأسف يمكن شفتوا يعني التفاعل اللي كان من مختلف الفرق وما كانش استجابة من رئاسة الجلسة. نعم، بالنسبة لهذا الرفض دائما كيتكرر الآن وكيبين واحد علاقة توتر بين الأغلبية أو رئاسة البرلمان والمعارضة، واش ما كانش حل توافقي داخل المكتب ديال مجلس النواب لحل الإشكال هذا؟ فعلا يعني قدمنا واحد العديد من المواضيع الطارئه في مختلف الجلسات العامه، ولكن للاسف ما كاينش استجابه منها. تكلمنا قدمنا طلب خصوصا لارتفاع ماده الحليب اللي كانت مؤخرا، كذلك ماده المحروقات، ولكن ما كاينش استجابه. وعلى ما يبدو ان حتى داخل مكتب المجلس تم التداول في هذا الموضوع هذا، ولكن للاسف يعني نوعد بان هناك تفعيل لهذه الماده 152، ولكن لحد الان للاسف كنشوفوا واحد التعنت ديال رئاسة المجلس أو من يترأس الجلسات. لحد الآن ما كاينش شي واحد التفاعل في هذه المادة هذه. ننتقلوا للمحور الاخر اللي طرحته سيدي نائب المحترمه، هو هذه الحرائق التي تشتعل الان يعني بعد اسبوع تقريبا ما زالت النار تشتعل. شنو اللي جعل في نظرك كابنه المنطقه ان الحاله توصل لهذا الحد هذا؟ حقيقة هي كل سنة وكل خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية جميع بلدان العالم مهددة بالحرائق، وكنشوفوا هذا الشيء ماشي على مستوى بلادنا فقط ولكن حتى على مستوى الدول الأوروبية اللي كتعرف يعني استعداد لهذا الفصل هذا. ولكن خصوصا في الفترة اللي هي الآن اللي كتعرف الحرائق في جهة خصوصا في جهة طنجة تطوان الحسيمة تزامنت مع هبوب الرياح شرقية شديدة في جميع الأقاليم اللي يعني خلاها باش توسع البقعة ديال هاد الحرائق توسع بسرعة، رغم أن السلطات المحلية، وهنا كنوجه الشكر للسلطات المحلية على المجهودات الكبيرة اللي بدلتها، وكذلك ما نساوش رجال الإنقاذ والمطافئ والقوات المساعدة يعني جميع القوات اللي ساعدت، حتى المجتمع المدني اللي تفاعل بقوة وبسرعة. وكنلاحظوا مؤخرا كاين هناك نداءات على مستوى جمعيات المجتمع المدني من اجل يعني جمع المساعدات الضروريه للساكنات المداشر اللي كنعرفوا اللي هي اكثر المتضررين في هذه الحرائق هذه، واللي للاسف يعني عانت وتعاني الان حاله التشرد، لان الالاف من الاسر يعني اضطرت السلطات ورجال الانقاذ باش ينقلوها من المداشر ديالهم للجامعات القرويه اللي كيسكنوا فيها الى مناطق اخرى حمايه لحياتهم ول يعني اغراضهم. وكنشوفوا الضحايا العديد من الحيوانات، العديد من المنازل تحرقت، يعني فعلا شيء مؤسف، واللي كل سنة أصبح كيتكرر هذا الفاجعة هذه ديال الحرائق في جهة الشمال. كانت في السنوات الفارطة إقليم طنجة اللي عرف واحد يعني حريق كبير في غابة اللي هي غابة تاريخية، غابة كاب سبارتيل وغابة مديونة، للآن ما قدرناش نخلفوا داك الأشجار ولا داك
التغطيه النباتيه اللي موجوده في ذاك المنطقه اللي هي تغطيه نادره على مستوى قاره افريقيا، اللي الان ما قدرناش نخلفوها. فيعني كان من الافضل انه يكون هناك يعني حاله استباقيه او عمليه تحسيسيه استباقيه، لان مع التغيرات المناخيه اكيد كلنا كنتوقعوا هذه الحرائق في مختلف المناطق مختلف الاقاليم، اللي المفروض انه يدار واحد المجهود استباقي من اجل التفادي ديال هذه الكوارث الطبيعيه. نعم، إذن بالنسبة لهذه الحرائق عرّت على واحد الواقع اللي بينته داخل الفريق الاتحادي، وطالبته بعدد من النقاط. يعني كيف أنتم في الفريق كتعالجوا مثل هذه الكوارث هذه؟ كفريق أكيد يعني نطالب بأن تعطى أهمية أكثر لرجال المطافي أو للي يعني المصالح المختصة بإطفاء هذه الحرائق، ولا العمليات الاستباقية اللي ممكن تواكب هذه الكوارث. المفروض انه يكون هناك عمليات تحسيسيه خصوصا اللي يقدر يقوم بها المجتمع المدني في المناطق المجاوره للمدن، اللي كتعرف يعني مناطق غابويه مهمه اللي كنعرفوا التاثير ديالها على التلوث المناخي، واللي كنعرفوا حتى القيمه التاريخيه ديال الغابات ديال المملكه اللي المفروض نحافظوا عليها، واللي المفروض هي اللي كتقوم بتلطيف الاجواء خصوصا في الفترات الحر وفي فترات الصيف اللي يعني كنلاحظوها كتزايد الحراره فيها من سنه الى اخرى. نعم، ايضا تكلمت على ما يسمى بصندوق الكوارث، يعني التفعيل ديالو. شنو الاهميه ديال صندوق الكوارث في رفع او يعني الدعم النفسي وحتى المالي والاجتماعي لهذه الفئات المتضرره؟ بالفعل طلبنا في البلاغ ديال الفريق الشراكي بان يتم تفعيل صندوق الكوارث، اللي هو يقدر يكون عنده يعني نتائج تخفيفيه على الساكنه المتضرره، اللي في اغلبها يعني كتكون ساكنه تعاني الهشاشه وتعاني الفقر بحكم تواجدها في المناطق القرويه. فهذه فرصه لنادى بها الفريق، ويعني يكرر النداء من اجل تفعيل هذا الصندوق هذا، لان جميع اللي كنعرفوا جميع الدول المتقدمه عندها مثل هذه الصناديق الكوارث اللي كتخفف شويه من الاضرار، يعني اللي يقدروا يحدثوا في اثناء هذه الكوارث.